تعالى وبركاته. احنا اليوم معزومين عند كشري المجنون، اكيد اسم على مسمى لان ما شاء الله عنده كل شيء زوين كل شيء رقي. تفضلي يا ام رضوان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا حبايبي من جديد. النهارده احنا معزومين عند كشري المجنون فرع الوراق ملف السينا، رقم التليفون ظهر قدامكم انا اتمنى تتابعونا في الحلقه واتمنى التعليقات، واللي ما جربش الكشري هنا هو يجي يجربه. وكمان تبع يوميات مغربيه ومصريه بيبقى في خصم عندنا، اما بس ندخل المكان اليوم احنا تبع قناه يوميات مغربيه ومصريه. يلا هنطلع الدور الثاني مع ام محمد المغربيه وهنشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، احنا النهاردة عند كشري المجنون فرع الوراق عند ملف السينا، ده يعتبر أنضف محل في المنطقة هنا هو. بس كده هو يعني ده الطلبيات بتاعته. بقولك ده اسمه ايه؟ مخصوص ده ولا ايه؟ لا ده طبعا 15 ده. احنا كده داخلين على السفرة. السفرة اللي احنا حاجزينها النهاردة، السفرة دي هتطلع لينا فوق، اوريكم المكان من فوق هيبقى احلى من تحت كمان، تابعونا.